بيوتي تكشف عن مفاجآتها القريبة، وأبو روبو برهوم في الصدمة، ونورمال يكشف عن الفيديو القادم. شاهد التفاصيل. آخر أخبار اليوتيوبر بيكي، وأيضا اليوتيوبر بيكي شاركت تفاصيل رحلتها إلى تونس عبر ستوريات بالإنستغرام. آخر أخبار نارين بيوتي، وبستوريات غامضة أحدثت ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، والكل اعتقد بالبداية عن وجود مشكلة بين اليوتيوبر نارين بيوتي وبيسان إسماعيل، وهناك أشخاص بالفعل تحمسوا لهذا الأمر. بس بيسان، انت شو بالضبط اللي مضايقك في نارينا؟ احكي لنا في ستوري، يعني احكي لنا، احنا بدنا نعرف. بس جد نارينا يعني ما بدك تردي، يعني بصراحه مش حلو بحق. يا جماعه نقول الحق، واضح انها خناقه تمثيل اتوقع، بس انا زلمه يعني بطلع. ايه فيش بنات بعيطوا في حمامات تمثيل، في بنات بعيطوا في حمامات. وأيضا اليوتيوبر برهوم الذي بشر بإعداد فيديو للقصة، لكن نارين وبيسان خيبتا توقعاته. وليتضح للجميع أن نارين بيوتي وبيسان إسماعيل قامتا بعمل ضجة لإعلان عن تعاون يجمعهما على اليوتيوب، والكل أحب هذا الأمر. وأيضا نارين بيوتي صرحت من خلال هذا الفيديو أنها تحضر لأغنيتين وفيديو كليب، وأيضا لا أحد يعرف هل سيكون موفلوك وغيت مروان ضمن مفاجأتها. أعطوني رأيكم بالتعليقات. بحياتك بتقضيهن مع رفقاتك، رفقات العمر. آخر أخبار نور ستارز، قامت نور ستارز مؤخرا بالإجابة عن معظم أسئلة متابعيها من خلال فقرة يلا نلعب أطلب سؤال أو صورة، وقامت نور بإعطاء تصريح حول موعد نزول أغنيتها الجديدة، حيث صرحت أنها قريبة جدا. وأيضا نور ستارز لمحت لتعاون يجمعها باليوتيوبر آية. أعطوني رأيكم بالتعليقات. يوتيوبرة بنت، أوكي يوتيوبرة بنت، كان المفروض تعطي تلميح انه انا وياها عم بنصور شغلات كتير كبيرة خلف الكواليس، وعطتكم تلميح، بس التلميح اللي عطتكم اياه انا ما فهمته. هاي جايز نور، ايش رايك انخطبت؟ عطت اول تلميح، انا قلت اوكي خلص يلا العالم حيعرفوا، بيت جولة بالبيت. اوكي عطت الف. اخر اخبار اليوتيوبر نورمال، وصرح نورمال أنه سيقوم بنشر فيديو عن شرائه لغرض جد غالي، وأيضا سيظهر معها أشخاص جدد. أعطوني رأيكم بالتعليقات. كيفكم يا جماعة الخير؟ شاء الله تكونوا بخير. حاب أقولكم أنه بكرة في فيديو يوتيوب شي رهيب، اشتريت شغلة غالية جدا جدا جدا، وفيه مقلب، وفيه مع أشخاص جدد، وفيه شيت، فيه شغلات كتير. بكرة على الساعة 4 وعلى الساعة 5 توقيت الإمارات حيكون جاهز. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كتير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلمت لكم، شوفكم بالفيديو الجاي.